السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لسه ما زلنا مع الاريثماتيك اوبريتورز، بس المرة دي هتناول في الاريثماتيك اوبريتورز حاجة اسمها الاوبريتور اوفرلودنج. ايه فكرة الاوبريتور اوفرلودنج؟ ان كل عملية ليها فانكشن مقابلة ليها، فاي زائد بي ليها فانكشن اسمها بلس، وبنترانسليتها ممكن نقدر نقول اي دوت بلس بي، وكذلك للماينس، وكذلك للضرب اللي هي تايمز في فانكشن اسمها تايمز، والاسم ديف، والمودولس في عندنا الفانكشن اسمها مود او ريمايندر. دول كلهم بيشتغلوا على نفس الفكره، ممكن تعملهم بالاوبريتور، ممكن تعملهم الى ايه بالفانكشنز اللي موجوده. طب تعالى نجرب الكلام ده، هاخد نفس المثال اللي احنا كنا عاملينه قبل كده، المثال اللي فات على طول، بدل ما كانت الاوبريتور ذات نفسها نجرب المره دي الايه الترانسليتد فانكشنز. فاعمل كليك يمين كده نيو فايل كوتلين، وهدي له اكزامبل، المره دي اكزامبل رقم 24، ابست على طول، وهاجي اعمل ايه؟ بدل ما كنت بقول ان او زائد ان 2 هقول لا ان او دوت بلس لمين؟ لان او 2. وبكده نكون حولنا لشكل الايه؟ في شكل الفانكشنز ده، دي شكل الفانكشنز. وهاخد كده كوبي منها عشان برضو اعدل شكل الطباعه بتاعتنا. شكل الطباعه بتاعتنا برضو هعمل اقفل القوس، وهاجي على ان او 1 ماينس هقول دوت ماينس، ولازم تكون ان او 2 ما بين القوسين، واعدل نفس الكلام في البرنت لاين في الطباعه، واقفل القوس. في الضرب مش، بس خدوا بالكم الضرب مش مالتيبليكيشن هتبقى او مالتيبلاي، هقوله لا دوت تايمز، وافتح القوس واقفله بعد كلمه ان او 2، وبرده اعدل نفس الكلام في الطباعه، واقفل نمبر 2، واغير الاصل بتاع الاسم دوت ديف، افتح القوس واخلي ان او 2 ما بين القوسين، واعدل ده برضو معانا في شكل الطباعه. وفي المودولس خدوا بالكم احنا عندنا اتنين في المودولس، اللي هي في عندنا دوت مود وفي ريم. فانا هقول نوت لو جينا غيرتها في الطباعة هنشوف هتمشي معانا ولا لأ. هو اصلا مطلع لي هي مشكلة بس في الدبل وفي ايرور وكلام زي كده، وهو مطلع لي بيقول لي هنت معلش استخدم بدل منها الريم عشان دي دبل وبترتين دبل. قلت له ماشي مفيش مشكلة، نستخدم مكان الايه المود الريم ريمايندر يعني المتبقي، وهي بتقوم بنفس العملية يعني بس عشان انواع البيانات مفيش مشكلة. واقفل بكده نكون حولناهم. الزائد بقى عندنا بتاعت الكونكاتونيشن اوبريتور، مفيش حاجه اسمها دوت كونكات، هي هتبقى دوت بلس برضو، هي نفس الفكره. وتلاحظوا ان هي نوعها كان ايه سترنج، يعني بتشتغل على السترنج برضو. واقفل واعدل نفس الكلام برضو البلس بتاعت السترنج دي في الطباعه. اقفل افتح القوس قبل الواي واقفل القوس عشان تبقى شكل الطباعه مظبوط، وادي سيف. انا بقول 7 و7 هكتب حتى بعد كلمه 7 هاي عشان ااكد لك ان هي تطلع 77 هاي يعني، لانه سترنج. واعمل ران وتعالى نشوف النتيجه بتاعتنا تطلع نفس النتيجه ولا لا. هتلاقي النتيجه طلعت نفس النتائج اللي هي 25 و4 وبعد كده 10 و136، والديف والريماندر جايبين نفس الرقم معاك الايه 77 هاي. يبقى كده شفنا الشكل بتاع الفانكشنز.